زي ما قلت لحضراتكم هنقيم الكلام الحقيقة اللي مارسيل كولر قاله النهاردة، لأن هو بطل بالعقل النهاردة. مارسيل كولر المدير الفني طبعا، اللي قال كلامه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا. لما تبص على هذا الرجل هتعرف قد ايه هو بيتكلم بعقله. الراجل ده قال ان التوفيق كان حليفنا في هذه المباراة، على الرغم من ان احنا خلقنا فرص كتيرة. المنافس صنع فرصتين على سيراميكا كليوباترا بس ما سجل، هو المنافس ما سجلش، احنا سجلنا كل الفرص اللي اتيحت لينا، اللي هو الكرة اللي جات لنا جبناها جول. اتكلموا بكل وضوح وقال ان بعض اللاعبين ممكن يحسوا ان في مباريات سهلة، عشان كده دايما لازم نحفزهم ونجدد الدوافع عندهم. اتكلم كمان انه بيحترم جميع المنافسين، وان المباراة النهائية هتكون صعبة جدا، لان فيوتشر فريق قوي وفاز على فريق قوي زي بيراميدز وعنده جماهير، يعني هو ما قالش دي انا اللي بقولها ولا بلاش دي، واكيد انا دي بقى الباقي هكمله، واكيد بقى عنده طموح ايضا يحقق هذه البطولة. هنا بيتكلم على فيوتشر. ايضا كان واضح ان هو بيتكلم عن الاصابات، قال ان كهربا لعب كل الماتشات في كاس العالم وكان لازم يستريح، وقال ايضا ان هو خرج الشناوي وياسر ابراهيم بمجرد ما اشتكوا علشان الاصابه ما تتفاقمش او تزيد عليهم، سواء بيقدروا يلعبوا في المباراه النهائيه او حتى بعد كده لمنتخب مصر. النقطه بقى اللي عايز اقف عندها، لما كولر نفسه قال سوف انتظر لاعرف من يحتاج الراحه من اللاعبين، لانه بالتاكيد الحمل البدني اصبح عالي جدا جدا جدا، ان انا العب جمعه اتنين وبعدين خميس، يعني في اقل من 13 يوم انا لاعب 5 مباريات. في النهائي كل اللاعبين يريدون المشاركه، ولكن القرار سيتضح بعد 3 ايام. وهنا بيني وبينكم تعليقي بقى، ان يعني الله يكون في عون اي مدرب اجنبي بيجي يدرب النادي الاهلي، لانه بيشوف في مصر اللي عمره ما شافه من الناحيه الرياضيه. ما شافش الناحيه الرياضيه غير منظمه بهذا الشكل غير اوروبا مثلا. تلاحم مواسم وتضارب مواعيد وضغط مباريات بشكل مبالغ فيه. ما هو تقول لك اصل زي اوروبا، اوروبا يا جماعه ما حدش يقارن مصر باوروبا او افريقيا باوروبا او اسيا باوروبا. العادي في مصر ضغط المباريات اصبح كده. العادي ان مصر عندنا هنا بقت المباريات مضغوطه دايما. ولما تيجي تبص على الكاف، اللخبطه اللي بيعملها بمواعيد بطولاته اللي بتحصل فجاه زي الدوري الافريقي اللي حصل ده. بالتالي مفيش اي مدرب يقدر يظبط نفسه من الاخر، يعني يظبط نفسه. لانه هناك احمال تدريبيه وهناك امور بدنيه وهناك امور نفسيه وهناك امور ذهنيه، في حاجات كتيره جدا المدرب بيشتغل عليها. على فكره هو ما بيشتغلش على الملعب فقط، ولكن هو بيشتغل على امور كثيره جدا. هل في مدرب اجنبي يستطيع ان يواجه كل هذه العشوائيه في تضارب المواعيد في افريقيا سواء من الكاف او من الاتحاد المصري؟ ده يبقى مدرب بطل. عشان كده انا حابب ان انا اشيد بهذا المدير الفني مارسيل كولر، وهو بالمناسبه بيحترم الاعلام جدا رغم تكرار بعض الاسئله، ولكن بيجاوب عليه سواء عن التبديلات او عن نقط اخرى يعني. لكن مارسيل كولر شخصية محترمة وبيحترم الإعلام، عمره ما يقول لصحفي كلمة فيها تجاوز بقدر الله كده ولا كده. ولكن للأسف في مدربين تانيين بيتهوروا بيقولوا كلام مش من عادتهم، حاجات غريبة جدا. معرفش يعني هل في مدرب يقدر يطلع، يعني هل ممكن مثلا لو كولر قال لمدرب أو قال لصحفي أنت صحفي مأجور، هل الموضوع يعدي عادي؟ معرفش. أتمنى أن يكون هناك ردود أفعال قوية على مثل هذه الأمور، لأنه صورة كرة القدم المصرية أمام الأشقاء، بس في العالم كله مش الأشقاء بس، يعني احنا رايحين في حتة صعبة جدا جدا جدا. عموما ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في المباراة القادمة.